السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، أهلا وسهلا، جمعة مباركة وأجازة سعيدة على الجميع. كنا بنعمل حاجات شوية لايفات كده على الانستجرام، بس حبينا ندي برضو الفيسبوك الأولوية. الفيسبوك مهم برضو نعرف رأي الناس، زي ما انتم شايفين كده في العنوان، اليوم العالمي للرجل، مناسبة مهمة والناس أهملتها، يعني ربنا يسامحهم على إهمالهم. أو إحنا أو أنا بنت أهو بنحتفل باليوم العالمي للرجل وكل حاجة، ومهتمين بالمناسبة وطالعين نفكركم بيها يا جماعة، أهلا بيكم، عشان محدش يقعد يقول بقى مفيش مساواة. و يعني متهيألي إن الرجالة أصلا اللي هتدخل دلوقتي ما تعرفش إن في حاجة اسمها اليوم العالمي للرجل أصلا. أهلا بيكم، اتفضلوا. طيب، ناس بتدخل عايزين نسأل شوية أسئلة مهمة كده في المسألة دي. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. طيب، يعني زي ما أنا اتعودت يعني معاكم، انا رغدة بكر، بعتز جدا بالدردشات اللطيفة اللايت الخفيفة دي، وكل يوم بيبقى فيه مواضيع متفردة كده. منها النهاردة يعني توقفت عند اليوم العالمي للرجل. يعني انا شخصيا لما عرفت قلت ايه ده، وفي يوم عالمي للرجل؟ معقولة؟ يعني احنا دائما مع المرأة في اتجاه كده معين بنسميها ايه، لتعزيز المرأة ولتهدئتها نفسيا كده، اللي هو يا ستي ما تحسيش ان انت مقهوره ومش واخده حقك، فنعمل لها يوم عالمي للمراه، عيد الام، يعني مناسبات عيد الاخت الكبيره، عيد الزوجه، عيد الاخت الصغيره، وهكذا بقى. يعني احنا مستمرين بقى في كل المراحل المراحل المتفرده للفتاه، اليوم العالمي للجده، حاجات كده يعني لحد ما بتكبر، عشان بس نهديها يعني تبقى حاسه بدورها في المجتمع وانها نص المجتمع وكل الحاجات الشعارات اللي بنقعد نتكلم فيها دي. فانا لما لقيت انه النهارده اليوم العالمي للرجل، قلت ايه ده، ده انتوا بتعملوا زينا بقى، يعني عندكم مناسبات شبهنا. بالمناسبه اليوم العالمي للرجل ده يعني بيتم الاحتفال بيه من سنوات طويله. سؤال بقى قبل ما نخش في يعني في الاسئله الاهم عن الموضوع ده، مين كان عارف انه في حاجه اسمها اليوم العالمي للرجل؟ في ناس بدأت تدخل ترد على السؤال بتاع الدردشة بتاع عيد نحل. شعبان بيقول الرجال كل يوم هو يوم عالمي، يعني طبعا هي مكتوبة مش واضحة قوي، بس يعني عايز اقول لك ان هو كل يوم يوم عالمي للرجل، من يشهد العروسة من يشهد العروسة يا استاذ شعبان. سؤال، مين كان يعرف وعنده معلومة النهاردة العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للرجل؟ السؤال التاني على ما أقرأ تعليقاتكم في الموضوع ده، بتحتفلوا ازاي باليوم العالمي للرجل؟ السؤال للميل والفيميل، الستات والبنات بيحتفلوا ازاي؟ الرجالة بيحتفلوا ازاي؟ وهل في حد احتفل بيكم اصلا ولا لا؟ بدأنا نخش في الأسئلة المحرجة اهو. ساسو بتقول اول مرة اسمع بيها واخر مرة ان شاء الله، متشكرين. في رجالة كتير بتقول انها ما سمعتش انه في يوم عالمي للرجل اصلا، يعني غلابة مساكين. القيصر بيقول مش واخده بالك انه الرجاله مظلومه معاكوا اليومين دول؟ ايوه عندنا مناسبه وانتوا لا. لا، هو احنا عندنا مناسبه، هو الاشهر في المناسبات اللي شبه كده هي مناسبات المراه على فكره، وانا بدات كلامي بكده، يعني كل الناس عارفه دي معلومه يعني ثابته انه في يوم عالمي للمراه، لكن محدش عارف ان في اليوم العالمي للرجل. ميرنا بتقول هنعمل لهم تمثال، هنحتفل بيهم وهنعمل لهم تمثال.
طبعا دي تهكمية. مين احتفل بيكم غير ده؟ غير احتفال اليوم السابع بيكم. علي كاتب كتر خيركم منكم فاكريننا والله. متشكرين، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. مش من قلبي قوي. منى بتقول مفيش راجل غلبان يا بنتي، البنات والستات هما اللي غلابه. في حد كاتب هو ايه اللي بتحتفلوا بيهم؟ انت عايزه تفتحي عينيهم على حاجات زي دي؟ صح صح دي وجهه نظر، بس مش انا اللي هاجي افتح عينهم يعني. اول مره استاذ محمد عبد المعطي بيقول اول مره اسمع عنه. كله كاتب اول مره اول مره. طيب هيا بنا لندخل في لب الموضوع والسؤال الاهم. حسن انا يعني ماشي. وهو في اليوم العالمي للرجل، ايه هي الصفات الاهم اللي بتشعرك واللي بتشعرك بانه دي ملامح هامه جدا لصفات الرجل؟ العناوين الاولى للرجوله ماذا تعني بالنسبه لك وليكي كمان؟ الرجوله هي كل تصرف يصدر من القلب. الرجل الصالح هو الذي يحتمل او يتحمل الاذى لكنه لا يرتكبه. الله، استاذ احمد محمد سالم شكرا لحضرتك. هيبقى في عيد للرجل لما يلغوا محاكم الاسره اللي بهدلت الستات. طيب استاذه نردين كاتبه مواصفات للرجل، مواصفات شكليه يعني عسليه وشعر كذا، ويعني ايه رايكم في الموضوع ده؟ هل الرجوله بتتمثل بس في فكره العينين الجميله والغمازات والملامح العربيه او الملامح الاجنبيه وفقط؟ سؤال يبدو سطحي، لكن واضح ان بعض الناس، انا متاسفه جدا ان انا بقول كده، بس يبدو ان بعض الناس لازالت بتفكر بهذه الطريقه. انا بحاول برضو يعني. اهم مواصفات الراجل وفاء بتقول انه يبقى راجل فعلا. ايوه ايه هي بقى يعني؟ اديني ملامح واديني عناوين اولى. مين اللي حدد اليوم ده؟ لا ده يوم من قديم الازل، مش احنا اللي حددناه والله. استاذه سمر كاتبه اول مره اشوف حد فاكر الرجاله والله. طب ايه؟ طيب عايزين سيدات يعني متضامنين مع الرجال، عندهم قصص سعيده مع الرجال، عندهم امتنان لرجل كان في حياتهم اثر فيهم. على فكره ممكن يبقى الاب، ممكن يبقى الخال، ممكن يبقى العم، ممكن يبقى الزوج، ممكن يبقى الاخ الاكبر. ارجوكم ارجوكم ما تسودوش الصوره ارجوكم. انا مش طالعه اعمل اللقطه بتاعت انه نتريق انه في النهارده في اليوم العالمي للرجال. بالعكس يعني، يعني الرجل مش محتاج يعني. هنفتح نماذج الرجال اللي في مصر والعالم العربي والعالم كله، رجال اثروا في حياتنا من غير افعال كتير او من غير مواقف كتير او من غير اختراعات كتير او من غير يعني كل في انجاز يعني، من غيرها ما كناش كانت حياتنا تكون فارقه. اعتقد مش محتاج ان انا اسرد في اسماء كتيره، بس انا محتاجه تجارب شخصيه منكم. في كومنت بيقول يتحمل مسؤوليتي ويكون راجل، هو ده بالنسبه لها يعني الصفات الاهم ليه؟ الرجوله. ابو محمد بيقول الرجوله هو المحافظه على الاسره والعبور بهم الى بر الامان. استاذ محمد هشام بيقول نعم يعني ايه احتفال؟ ايه يعني؟ مش فاكره بقيه او مش عارفه اقرا بقيه الكلام يعني، هو يعني متفاجئ. يلا يا جماعه يلا الناس المنضمه حديثا اللايف بتاعنا على اليوم السابع، فبقول لهم لانه بشوف ناس بتدخل بقول لهم اهلا بيكم. انا رغده بكر معاكم وبسعد بصحبتكم، وبنسالكم السؤال الاهم في اليوم العالمي للرجل، ما هي الصفات الاهم للرجوله من وجهه نظركم اللي تحكموا عليه فعلا انه ده يعني يستحق
انه يتقال عليه انه رجل بحق، وهل كنت تعرفوا انه في يوم عالمي للرجل ولا لأ، وبتحتفلوا ازاي بالرجال الاهم اللي بيأثروا فيكم واللي يعني لكم ما كنتش تعرف، وعرفت مننا هتعمل ايه يعني لو انت مثلا متزوجه او باباكي او اي حد، وعرفتي النهارده ان هو العالمي للرجل، هتعملي ايه للرجل الاهم في حياتك؟ عزيزي الرجل وانت بتتفرج علينا، مين احتفل بيك النهارده؟ ممكن تعملوا شير لللايف ده عشان الناس تحتفل بيكم. طبعا ده للميل. استاذ القيصر بيقول ممكن تكلميني عن ابوكي في حياتك. لا ده هيطول الوصف والشرح ان اتكلم عن والدي، ربنا يديه الصحه. قول له كل سنه وهو طيب. صحيح في اليوم العالمي للرجل قول لبابايا كل سنه وهو طيب، وكل سنه وكل الرجال اللي يعني اللي بحق، واكيد بابايا واحد منهم، طيبين وبخير. في كومنت مهم جدا انا هتكلم عن بابا اتجوز ماما وهو كشخص يبان قاسي، بس فاكره لما ماما تعبت هو عمره ما قال لها كلمه حلوه، واول ما تعبت من غير ما يفكر ولا احنا ولاده عرفنا غير بعد ما اتبرع ليها بطرف من كبده، من ساعتها وهو تعبان ادعو له ربنا يعني يشفيه ويتم الشفاء على خير يا رب وفي ميزان حسناته. دي تضحيه صعبه جدا. في طب ما هو في دي نماذج كويسه اهو الحمد لله، حد بيتبرع بجزء من عضو لمحبوبته او لزوجته او لشريكه حياته كتر خيره. في حد يعمل كده دلوقتي؟ ده اكيد نموذج يعني للجيل اللي هو يقول لك الجيل الكبير اللي بخيره ده. استاذ كامل بيقول استاذه رغد الرجوله مواقف، الرجل الحقيقي من يسيطر على الموقف. ده تعليق صعباني يا استاذ كامل، يبدو تعليق يعني هادي كده وراسي، بس هو اي حد ممكن ياخدها بمحملين. يعني فكره سيطره الرجل دي ممكن يعني الكثير من النساء اصلا حتى بالذات في المجتمعات العربيه بيعانوا من سيطره الرجل اللي هي اصلا مش متزنه ومساحتها اكبر مما تتخيل. صح ولا لا؟ فاستاذنك لو انت بتسمع كلامي تفهمني اكتر تقصد بايه سيطره الرجل، ايه حدود سيطره الرجل اللي بتوصلك في الاخر انك تحكم عليه انه رجل. لان يعني في حاجات على فكره من سيطره الرجل مش من الرجوله خالص، بتبقى من النقص، بتبقى من عدم الثقه في النفس، وبتترجم في الاخر ان دي افعال رجوليه ومواقف من الرجل، وده مش حقيقي. مفيش حد هيسرق فون النهارده بإذنك يا رب. لا استاذ علي بيقول الناس اللي بتغار على عرض اهل بيتهم ومهتمين بيهم هم دول الرجال فعلا. الاساتذه الفاضلين ايها الرجال المحترمين، مين احتفل بيكم النهارده؟ النهارده ولاول مره طالعه يعني نؤازر الرجال ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ونعرف هم يعني بيحسوا بايه، هل في حد مهتم بيهم ولا لا. اليوم السابع طالع بيحتفل بيكم، فيعني نعمل ايه تاني؟ الراجل اللي بجد ما يحوجش زوجته لاي حد في الدنيا سواء ماديا او معنويا يكون هو كل حياته. يا سلام. طبعا ده تعليق مش من راجل، ده من ست اهي استاذه نشوى. شكرا لك يا استاذه نشوى. يا جماعه المنضمين حديثا، النهارده اليوم العالمي للرجل، كيف احتفلتوا وامتى احتفلتوا؟ وهل في حد احتفل بيكم ولا لا؟ وهل تعرف ان في حاجه اسمها اليوم العالمي للرجل اصلا ولا لا؟ هل يستحق الرجال ان احنا نحتفل بيهم؟ كده ببوظ كل اللي انا عملته بجد.
سؤال خطر لنا بجد، لان في ناس، في ستات كتير داخله تقول ليه بنحتفل، ليه بنحتفل بالرجل؟ يعني هل للدرجات دي الرجل ملوش دور في حياتنا؟ يعني صح كده؟ يعني هل كل الستات والبنات اللي موجودين معانا على اللايف واللي لسه يعني هينضموا، يعني نتكلم نظرة عامة كده، بجد مش شايفين انه يعني شايفين ان هم كل حاجة، هم اساس كل حاجة وهم السبب في كل شيء جميل، وهم المؤسسين لكل شيء، وهم المخططين لكل شيء، وهم مصلحين كل شيء ممكن يكون الراجل يعني عبث فيه او خربه، والرجال مش متسببين في اي شيء كويس؟ ليه؟ وهل اللي انا بقوله ده صح ولا لا؟ لو فعلا اللي انا بقوله صح ممكن تخشوا تقولوا لي اه او لا، ولو اه ليه؟ استاذ احمد اللباني بيقول دي حاجه جديده. لا دي مش حاجه جديده يا استاذ احمد. استاذ منصور بيقول الرجل لا يخشى احد الا الله، يتزوج النساء اكثر من واحده، يسعى في جلب المال. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه يتزوج النساء اكثر من واحده يسعى في جلب؟ ده ايه ده؟ دي صفات ايه؟ دي مش صفات انسان اكيد. دي مش صفات بني ادم. دي صفات ايه يا استاذ منصور اللي بيسعى في جلب المال ولا يخشى احد ويتزوج اكثر من واحده؟ مش هتكلم. طيب انا بحاول. في احد المتابعات بتقول، ايلين بتقول فعلا هل يستحق الرجل نحتفل ليه زي ما قلتي؟ لا انا ما قلتش. ثانيه واحده ارجوكم ما تقولوليش حاجه. انا شايفه ان الاتجاه لكده، فواضح ان انت كمان شايفه ان الاتجاه كده. ليه نحتفل بالرجل؟ مفيش رجل في حياتك خالص نموذج تقولي له كل سنه وانت طيب من قلبك خالص؟ احنا بنكمل بعض. طيب يعني تعليق كويس، في امل. طيب انا بحاول اشوف يعني اخر كومنتس ليكم عشان نختم. استاذ يوسف بيقول شيء طبيعي من الراجل اللي ليه اهميه كبيره في حياتنا زي المراه ليها دور، الراجل اللي ليه دور، يعني بيتكلم عن ان الكومنت طلع فوق ان الاثنين لهم دور. الرجل باختصار من مواصفاته انه رجل، والرجوله تشمل جميع انواع المواقف التي تتصل بالشجاعه والاخلاق والرقي والاحترام. يا سلام. استاذ علي بيقول الراجل مش بس بكلمته زي ما قال احمد ماهر. استاذ احمد بيقول الواضح انه الستات متضايقين فعلا. يكفوني العشير وينكروني الجميل، ما يعني ايه؟ ماشي. طيب يعني الموضوع راح في اتجاه انا كان عندي احساس انه هيروح فيه، وفعلا انتوا اكدتوا لي في اتجاه الخناق. فالحق انا بقى ايه، اقول السلام عليكم، اقول باي باي قبل ما الرجال والنساء يعني يخشوا في خناق بعض، لاني ملاحظه انه الرجال يعني او مستغربين في يوم ليهم بس اتعززوا كده واتبسطوا، والستات داخلين يقولوا انتوا بتحتفلوا بيوم ليه؟ مفيش اي داعي للاحتفال. فالاثنين بقى ايه، يخشوا في كلاش مع بعض. انا كان قصدي خير، وكنت داخله يعني زي ما بنقول ايه، اطيب الموقف كده، يعني اطيب قلوب الناس. ده يقول ده كل سنه وانت طيب، ده يقول ده كل سنه وانت طيبه، ونحب بعض والدنيا تكون في سلام. لكن واضح انه الخلاف بين، او فكره مش خلاف، خلينا نقول مناكفه بين الراجل والست لن تنتهي حتى يرث الله الارض وما عليها. انا عملت اللي عليا، انا حاولت اكون يعني، ولاول مره دايما بطلع لايف سواء على الانستجرام او على فيسبوك، يعني شويه بنحاز للبنات والسيدات غصب عني.
اعمل ايه في ده؟ طيب طيب انا مش هرد على الكومنتس. شكرا لكم جميعا، كل سنة والجميع طيب وبخير، رجال وسيدات، وعايزين نقول ربنا يخلي كل النماذج اللي في حياة أي حد، الرجال حقيقيين سواء الأب أو الأخ أو الزوج أو يعني أو الجار، يعني نماذج فيهم نماذج الصفات الرجولية بحق، وكل واحد على حسب أولوياته وعلى حسب ما بيشوف. كل سنة وأنتم طيبين جميعا، وجمعة طيبة عليكم. بنسعد دايما بصحبتكم، انا بسعد دايما اني بلاقيكم سواء في لايفات تفاعليه شبه كده، وبتكون هي الاقرب طبعا ان احنا نتواصل، او في النشرات او في اللقاءات المعتاده. شكرا لمتابعه حضراتكم، واشوفكم بخير بقى. يلا يلا بينا نروح بقى على النشرات، نلتقي بقى في تغطيات تانية وفقرات تانية باذن الله. شكرا ليكم، وكنت معاكم انا رغده بكر، الى اللقاء، باي باي.